تارا هالشي كله مؤامرة كبيرة. آروهي بتعرف قديش بحبك وبدي إياكي، وخنت مشان أوصلك وأحصل عليكي وبدها تنتقم مني. قليلي أنت كيف فيك تتعاوني مع عدوتك يا تارا؟ معقول أنا صرت عدوك أكثر من آروهي لدرجة عم تحاولي تقتليني بدل ما تقتليها؟ ما في داعي تتوتر هالقد يا ديب، بس لازم تقرر وتقلنا خنت مين كرمال مين. قلنا خنت تارا كرمال آروهي ولا أنت عملت العكس؟ الحقيقة الواضحة بتقول إنك ما خنت بس واحد فينا، قدرت تخون الكل، وإذا تركناك عايش رح ترجع تخوننا. فيرات ما ضروري هلأ تشرح وتقول أي شي غلط لتارا، لأنه تارا بتعرف كتير منيح شو اللي لازم تعمله. تارا بدك شخص ثالث يوقف بيني وبينك؟ تتذكري شو قلتلك؟ تذكري معي تارا، قلتلك عطيني يوم، وخلال هذا اليوم أنا رح أقدر إني هاي اللعبة مع آروهي، وبعدها تأكدي رح صير إلك للأبد. أنا شفت بعيني شو قصدك بكلمة للأبد، لأنه حضرتك كان بدك تقتلني وتخلص مني نهائياً، لهيك حطيت القنبلة. طول عمري بحبك بجنون، وكنت صدق كذباتك وأعمل كل شي تطلبه مني لحقق أهدافك. وشو عملت بالمقابل؟ حاولت أنك تقتل حبيبتك تارا. اليوم أنا عايشة وهالشي بسبب الشخص اللي طول عمري بكرهه وبحاول أقتله. آروهي هي اللي أنقذت حياتي من الموت بالوقت اللي أنت كنت عم تحاول تقتلني، وبدك مني وافق وسامحك؟ ماشي تارا، إذا مفكرة أني خنتك وغدرتك معناها صار لازم تنتقمي مني وتقوصيني، بس اتذكري شغلة واحدة تارا، السر بيندفن معي، وبعد ما أموت ما حدا رح يقدر يعرفه. هيك رح تكوني خسرتيني وضيعتي بإيدك كل التعب اللي عانيناه بهالوقت على الفاضي. عن أي سر عم تحكي؟ رح خبرك عن هالسر بس بيني وبينك، لأنه ما بقدر أحكي قدام آروهي، خايف تخدعنا وترجع تعمل شي لعبة. لا تارا، لا تروحي لأي مكان معه، عم يحاول يخدعك مرة تانية. تارا لازم تعطيني هاي الفرصة، وبوعدك اني رح خبرك السر فورا، وهالمرة اذا حسيتي اني عم خونك تقدري توصيني بايدك بدون ما تندمي على هذا الشيء. عم يخليكي تحسي بالضعف مرة تانية ويحكي لك عن الحب. تارا لا تنخدعي بحكيه، بس بكفي، على القليلة لازم تخلوني اعرف شو السر اللي بده يقول لي اياه قبل ما اقتله. بكل الاحوال ديب مستحيل يضل عايش، لانه ما رح سامحه ابدا اذا بيخوني. وثقي فيني يا تارا، تعي معي. يلا تارا تعي معي، خليك بمكانك ديب، لا تتحرك ولا خطوة. أنا فهمان خدعتك كتير منيح تارا، هو عم يخدعك لأنه آروهي ما ردت عليه، بس أنا ما رح أسمح لك تعمل هالشي. ديب عم قلك وقف، هذا التحذير الأخير، رح أوصك إذا لسه بتمشي خطوة واحدة. أنا بدي أعرف الحقيقة هلأ، لازم أعرف شو هو السر اللي مخبيه ديب وبده يخبرني عنه. أنت جنيتي ولا شو؟ لسه عم تفكري تعطيه فرصة؟ إيه لسه رح أعطيه فرصة، يمكن تكونوا اتنيناتكم غلطانين بحقه واللي عم فكر فيه هو الصح. تارا شو عم تعملي؟ شبك أنت جنيتي شي؟ ديب تركها لتارا. نزلوا مسدساتكم فوراً، وإلا صدقوني رح أوصها هلأ. تارا شكراً كتير إليك، لأنك مستحيل تتغيري أبداً، كنت بعرف مسبقاً أنه ممكن أقدر أخدعك بكل سهولة، لهيك حكيت قدامك كل هذا الحكي. صح رفيقتك الجديدة أنقذت حياتك من الموت، بس ما بعتقد أنه هي وأخوك رح يقدروا يعملوا شي هلأ، وأنت بتعرفيني كتير منيح بعمل أي شي لحقق هدفي. رح تصيري درعي لحتى أطلع من هون وأهرب بدون ما يصيبني أي أذى. ديب امشي. ديب وقف، ديب قلتلك ما توثقي فيه يا تارا، اقتنعتي انه كان عم يخدعك؟ ديب لو شو ما عملت اليوم ما رح اسمح لك تطلع عايش من هون، موتك رح يكون على ايدي وبس. فيرات اذا لسه بتقوص مرة تانية لازم تتأكد انك وقت رح تصيب اختك وتقتلها. أنا عم قلك واقف مكانك. سمعتي شو حكى؟ ليش وثقتي فيه يا تارا؟ قلتلك هو مو إلك ومستحيل يكون إلك. هو مستحيل يكون لأي حدا، فهميني ليش رجعتي وثقتي فيه؟
ديب أنا هلأ بكرهك كتير، بكرهك أكتر ما بتتخيل. تركني روح. عن جد بتكرهيني؟ بتعرفي هذا الشي بيعني إنك بتحبيني؟ لأنه الكره هو الوش الثاني للحب. الحب أحياناً بيقدر ينقذ لنا حياتنا، بس أحياناً تاني ممكن إنه ينهيها. واليوم هذا الحب اللي كان لازم ينهي حياتي رح يقدر إنه ينقذها. فهماني؟ تركني ديب، وقف. وقف مكانك فيرات. ديب شو عم تعمل؟ ديب يلا تركني. اترك تارا تروح. ما كان لازم نخليه يهرب وهو عايش. بدي اشوفه عم يتعذب ويموت قدام عيوني. ما رح اسمح لك تضل عايش بعد اليوم. مو انت لحالك، هو قدر يلعب بحياتي ويخربها كمان، ومو بس بحياتك. لهيك اليوم لازم نتوحد ونقتله سوا. ما ضل معك أي سلاح ترفعه بوشنا، ولا ضل عندك كذبات جديدة تقدر تخدعنا فيها. شو رح تعمل هلأ ديب؟ طيب قالوا لي كيف رح تقدروا تقتلوني؟ ما اتنيناتكن بتحبوني كتير. لو كان فيكن تقتلوني كنتوا عملتوها من زمان، بس حبي دائما بيخليكن توقفوا وتتراجعوا عن قتلي. وانتو اتنيناتكن بتضلوا تعطوني فرصة تانية لحتى انقذ حالي.
هيك بيكون الحب حلو مظبوط؟ غلط. الحب اللي كان موجود كان عم يحميك لحد مبارح، أما اليوم هذا الحب صار سلاحنا وهو اللي رح يقتلك هلأ. قالوا لي ليش عيونكم مليانة دموع هيك؟ الناس اللي بيقتلوا ما لازم يكون في دموع بعيونهم. لازم تموت منشان ابني يعيش حياة سعيدة ما فيها خطر. ديب بحياتك ما حبيتني ولا اهتميت لوجودي. ما رح اتردد ولا ثانية قبل ما اقتلك وفضي المسدس براسك. الناس اللي حبوني قتلوني. ما ممكن يكون في شيء أحلى من هالهدية لشخص حياته كانت مليانة غدر وخيانة. صرتوا بتقدروا تعيشوا بهدوء. شكرا دارا. شكرا آروي. شكرا لكم. هلا خلصت لعبته للابد. ما حدا بيقدر يخونكم، وكمان ما بقى حدا رح يمثل انه بيحبكم. كل القلوب الطيبه بتتمنى توفي بحبها للشخص المناسب، بس الحب بيجيب مشاكل كتير، وهالمشاكل بتوقف ضد الحب. مين ممكن يعرفك أكثر مني ومصيري مرتبط فيكي؟ الشي اللي عم تحسي فيه الحقيقة الوحيدة. أروهي بدي توثقي فيني، رح أحميكي من أي خطر. لازم توثقي فيي أروهي، أنا رح ساوي لك كل شيء أنت بدك إياه، وبوعدك إنه ما خلي ابني يحتاج لأي شيء. بتمنى لو إنك ما كنت هيك يا ديب. غدرك وخيانتك اللي جبروني أقتلك لأحمي حالي منك. لعبتنا كانت ممتازة كتير. كل شيء صار مثل ما خططنا له بالضبط.
وكمان أعدائنا صدقوا إنه الشغلات اللي شافوها وسمعوها هي الحقيقة، نجحت الخطة وما شكوا إنه كل شيء صار كان من تخطيطنا. نحن ربحنا. ايه شريكتي؟ شو هالتمثيلية اللي عملتيها؟ كمان تمثيلك ما كان قليل، فرات وتارة اتنيناتهم صدقوا تماما انه ديب خلص مات. الخطة اللي عملناها نجحت يا ديب. خوفي الوحيد بس كان انه ممكن تفشل الخطة وتنأذى انت بسببها. بس انا ما صار معي شيء، لأنه حبك إلي كان معي وما فارقني أبدا، وهذا الحب هو اللي بيخليني طول الوقت أحس إنه مستحيل أفشل أبداً. وهلأ أنا بنظر الكل ديب اللي صار ميت، وهالشي منيح لأنه عن جد ما بدي يكون عايش غير كرمالك وكرمال ابننا ولسعادتكم. وتأكدي حياتنا رح تكون دائماً مليانة بالسعادة. وبس في جملة بقولها بهي القصص، عاشوا بسعادة لآخر العمر. وعن جد أروحي خطتك كانت مميزة. أول شي حاولوا يحرقوكي وأنت لساتك عايشة، وبعدين هاجمتك تارة وحاولت تتخلص منك، بس من حظنا أنك نجيتي من كل هاي المحاولات. لو أني تأخرت ولو دقيقة واحدة كنت رح أخسرك لآخر العمر. بس تارة ما رح تتركك أبداً ديب. شو لازم أعمل يا آروهي؟ كيف رح أقدر أتخلص منها؟ لازم خلي تارة تصدق طول الوقت أني بحبها وما عندي طريقة تانية، وإلا هي أكيد رح تشك اني بحبك انتي مو هي. هنن حابسين امي هلا، واذا عرفوا انه بدي ابدا معك حياه جديده رح يقتلوها لامي بكل بساطه، وما رح اقدر اشوفها مره تانيه. لهيك لازم اكون حذر بكل شيء. ما حدا بيعرف هلا كيف بيكون وضعها لامي. تارا وفيرات بيقدروا يوصلوا لامك وقت اللي بدهم، ما رح يخلوها عايشه. معقوله يعملوا هيك؟ ايه اكيد، هذا الشيء من اختصاصهم. أنا في عندي خطة لنرتاح منهم، بس هي رح تكون فيها مخاطر كتير. أنا جاهز لكل المخاطر، المهم أوصل. خبريني شو هي الخطة. إنك تموت. شو؟ إيه ديب، تارة مجنونة بحبك وأنت أخذ لها عقلها. أنت عاشق الوحيد وهي مستعدة تعمل أي شيء كرمالك، حتى قادرة تقتل كرمالك. وطالما أنك موجود على طول قدامها فأحياناً رح تهاجمك وأحياناً رح تهاجمني لإلي، وما في قدامنا غير طريقة واحدة لحتى نقدر نوقفها، واللي هي موتك. الخطة كان ناقصة شيء، ومنشان هيك خليت زليخة تساعدنا بالخطة لحتى تنجح. بس كان في شيء كتير مهم بالنسبة إلي أعرف إذا كانت هي وفية لإلك ولا لأ، وإذا بتستاهل ثقتي. وهي عن جد كانت منيحة كتير، ولهيك بعدتها على الفندق لتخبرك بالموضوع. رح خبرك من الشخص المسؤول عن المؤامرات اللي عم تصير معك. هي قدرت تكسب ثقتي، وأنا خبرتها بكل تفاصيل خطتنا وشو لازم تعمل، وعطيتها بطاقات طيارة كانت مزيفة، وعطيتها كيس دم مزيف كمان مشان الكل يفكروا إنها ماتت عن جد من بعد ما هاجمها واحد من رجالي وهي صارت تنزف. وتماماً هذا الشيء اللي صار. أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة تماماً، وأخيراً خدعناهن وعملنا اللي بدنا إياه. وقت الكل انتبه على بطاقة الطيارة، لهيك ما حدا انتبه إنه الجرح كان حقيقي ولا لا. وبعد كل شيء صار سهل علينا، كان بدي ألحقهم لأنه بدي أعرف وين حابسين أمك، وهنن أكيد كانوا رح يروحوا لهنيك فوراً. وبعدين أنا اقترحت عليهم فكرة مهمة، إذا بدهم يهزموا ديب لازم نتساعد كلنا سوا عليه، وهذا اللي صار. وفعلا هيك صار بالضبط. انا بعرف طبع فيرات منيح، كنت بعرف ومتاكد انه رح ينقل امي والذهب لمكان تاني، وكنت بعرف كمان انه هو ما رح يوثق فيكي بهالسهوله ابدا. لهيك انا قررت حط القنبله، وهذا الشيء مشان تارا وفيرات ما يكون عندهم اي خيار تاني غير يوثقوا فيكي ويصدقوكي، وهيك فيكي تاخذيهم لاي مكان بدك اياه. وبهي الحاله انا بقدر انقذ امي واخذها لمكان امن،
وهذا اللي صار بالضبط. وبعدين قدرنا نخدعن بقصة موتك، وهي كانت آخر خدعة منعملها. وأنا غيرت الطلقات بمسدس تارا وفيرات، وبعدين عملت التحضيرات تحت الجسر مشان ما تنأذى بعد ما توقع لما رح نقوصك. وهلأ رجعنا لبعض، وأخيراً إجا الوقت وقدرنا ندمر الحاجز اللي بيننا واللي اسمه تارا للأبد يا آروهي. نحن صرنا أحرار يا ديب، وأخيراً أحرار. صار لازم نطمن على الناس اللي ساعدونا بمعركة الحب اللي مرينا فيها. بتمنى أنهم يكونوا بخير. امشي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.